قام سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بزيارة قرية بوغوة، حيث التقى في مجلس النائب غازي الرحمة بعدد من الأهالي والفعاليات المجتمعية بالدائرة الرابعة في المحافظة الشمالية، واستعرض معهم احتياجات القرى بالمحافظة للتيسير على المواطنين المستحقين. وقد أكد الوزير أن الحكومة وفق مسيرة الإصلاح الشامل لعاهل البلاد المفدى قد قامت بتطوير العديد من المشاريع والبرامج الخدمية المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، ومن ضمنها الخدمات العمالية والرعاية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز المكتسبات المعيشية للمواطنين. ولفت سعادته إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للمسؤولين لتلمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة وميدانية تعكس حرص سموه على تعزيز الأمن الاجتماعي والاستقرار المعيشي لجميع المواطنين، معتبرا أن تجاوب الأهالي مع هذه التوجيهات نابع من حرص الجميع على تحقيق أهداف وغايات برنامج عمل الحكومة. وأضاف الوزير أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستمرة في مراجعة وتقييم البرامج والمشاريع الإنمائية لتأمين وضمان الاستفادة منها في كافة مدن وقرى البحرين، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات المواطنين التي وردت خلال الزيارات الميدانية لمختلف المدن والقرى، وفي مقدمتها إدماج الشباب في سوق العمل وتأهيلهم لمختلف الوظائف والأعمال من خلال 400 برنامج تدريبي، إضافة إلى الاستفادة المثلى من نظام التأمين ضد التعطل عند الحاجة وتقديم خدمات الرعاية لمختلف الفئات.